الإنسان، وموضوع إن شاء الله نأخذ طفيليات، يبقى لنا بس هذا موضوع آخر طفيليات وخلصنا إن شاء الله طفيليات، يعني بعد الاختصارات اللي صارت والحذف والاستحداث اللي صار إنه لازم ننهي. أوكي، فموضوعنا لهذا اليوم الأدينوفيروس والهيربس فيريدي أو الأدينوفيريدي والهيربس فيريدي. الهيربس فيروس هو فيروس يعني موجود أو يصيب كل الناس تقريبا بنوع من الأنواع، واضح. نحن نتكلم على يعني بعض الأنواع وكله بطريقة سريعة أو على خلينا نقول سلايد سلايد، ليش؟ يعني الموضوع جدا جدا كبير، واضح، فاختصرنا له. هاي العائلة يعني لحد الآن هاي المحاضرة العاشرة، ظلنا 11، وبعدين أعتقد أحد راح يبدأ هم محاضرتين ثلاثة، خلينا نقول على الدي إن إي أو آر إن إي هم معاها. أوكي، يعني لحد اليوم أنا كملت لكم، ظل لكم محاضرتين أو ثلاثة، والله ما أعرف إيش خلاص أنتوكم بعد فيروسات. هاي العائلة أول عائلة بالدي إن إي، دبل ستراند الدي إن إي، لارج كومبلكس جينوم، بيها 8 تقريبا، بيها 100 نوع من الهربس فيروس، 8 او 8 ريت بروتينلي انفكت هيومن هربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وهربس سيمبلكس فيروس تايب 2، فارسيلا زوستر فيروس، سايتوميجالو فيروس، ابشتاين بار فيروس، هيومن هربس فيروس 6 بالفارينت ماله الاي وال بي، وال 7 والكابوشي الكابوشي ساركوما فيروس or human herpes virus 8. okay. الستركتشر مالهم بسيط، دبل ستراند دي ان اي مثل ما تشوفوها في الصورة. okay. ومنو كابسيت، والكابسيت surrounded by protein code كول كتوبيومنت، يعني مثل الجدار أو حماية، واضح، وبينو انفلوب بروتين الفيروس، يعني مثل الأشكال خلينا نقول القريبة من أشكال الـ RNA فيروس. نجي على كلاسيفيكيشن مال هاي العائلة الهربس فيروس، بيها ثلاث أقسام، الألفا والبيتا والجاما، الألفا وهاي البيتا وهاي الجاما. الألفا بها الأنواع الثلاثة اللي راح نتكلم عليها الساعة، الهربس سيمبلكس فيروس، الهربس النوع البسيط الأول، والهربس النوع البسيط الثاني، والفارسيلا زوستر النوع الثالث. النوع الأول اللي راح نتكلم عليه اللي هو راح يصيب الوجه والفم وداخل الفم، اللي كلنا نصاب به عادة، الهربس البسيط اللي هو مع انخفاض الجهاز المناعي للجسم، واضح، أو إصابة بالأمراض مباشرة، راح تطلع لنا البثور داخل الشفة بالفم حول فوق اللسان أسفل اللسان وهكذا. يعني الكل يصابين تقريبا، ويرجع يختبري الفيروس بالنيرفس سيستم تقريبا. عندنا الهربس فيروس 2 اللي هو أخطر شوية وأصعب، يعني عادة بالجينيتال سيستم، في الميل جينيتال سيستم والفيميل جينيتال سيستم. رجع الصوت. اي دكتور، موجود الصوت. النوع الثاني قلنا لكم يصير بالجينيتال سيستم، هسه راح اتكلم عليهم على السريع، الفارسيلا زوستر فيروس او فاريسيلا، الهيربس اللي هو نسمينه الشنجلز او الحزام الناري في الادلت في البالغين، والشيكن بوكس
سيتوميجالو فيروس، واضح؟ اللي هي الفيروسات نسميها مضخمة للخلايا اللي تصيبها عادة، والهيومن هيربس فيروس 6 و 7 اللي هو يسبب لنا الهالة الوردية أو الإصابة الوردية أو مايلد إيرلي تشايلدهود روزيولا اللي هو يعني تشبه نقاط حمراء تصيب الجسم، واضح؟ ما راح أتكلم عليها. والإبشتان فيروس والكابوسي ساركوما فيروس يعني متعلقين بانخفاض المناعة أو بعض الكانسرات في الهيومن. نجي على الهيربس سيمبلكس فيروس، أول واحد اللي أخذناه من جماعة الألفا، واضح؟ من اسمه اللي هو الهيربس البسيط. هذا الهيربس كنا ذكرنا له نوعيتين، نوع الشرح لكم اياه حتى على السريع بالعربي، حتى هي نفس اللي موجود بالانجليزي حتى تفهمونه. اللي هو النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول اللي هو الفموي سميناه، واضح؟ اللي هو دائما يصير بالفم، يسبب لنا جنجيف وستوماتيتس، واضح؟ نجي على يعني على الون وتو ميوكوكوتينس مانيفستيشن اوف هيربس سيمبلكس فيروس انفكشن انكلود جنجيفوستوماتيتس، هيربس جينيتاليا، هيربيتيك كيراتايتس، وديرمال هيربيتيك ويدلو اللي هي هاي الاصابه خلف الاظفر. هسه اشوفكم الصور كلها ما موجوده. وعندنا اكيد النيونيتال هيربس سيمبلكس فيروس انفكشن. حقيقة هاي النوعين يعني الأول والثاني هما يعني باختصار، واضح؟ هي موجودة كلها تقروها، فيروسات موجهة للأعصاب، واضح؟ هذه الفيروسات اللي هي الهيربس سيمبلكس فيروس، وتبقى يعني خلينا نقول بالجهاز العصبي حتى يضمن استمرارها. فتشوف هاي السنة أنت صبت بالهيربس، واضح؟ وطبت منه يمكن بعد 6 أشهر صبت مرتلخ، بعدين صار خفوت عندك قوية مناعتك، واضح؟ صار إصابة بعد خلينا نقول سنة، وهكذا أظل ترجع وتؤدي إلى مثل ما ذكرنا تقرحات في الفم والوجه. والنوع الثاني تقرحات في الجهاز التناسلي، الميل أو الفيميل. النوع الأول السيمبلكس هربس سريع الانتشار مثل ما ذكرنا عنه، وما يحتاج إلى علاج إلى الطبيب، فقط ترتفع مناعة أو فقط تروح البثور من الفم أنت ترجع الحالة إلى طبيعتها، واضح؟ الترانسميشن مثل ما ذكرنا هذا عن طريق الجينيتال سيستم، هذا عن طريق الماوث، خلينا نقول أورال ترانسميشن، سواء الفم أو يعني عن طريق الماوث سكريشن، والثاني عن طريق الجينيتال كونتاكت. إذا نجي على الكلينيكال مانيفستيشن، الميكوكوتينيوس انفكشن ار ذا موست كومن كلينيكال مانيفستيشن اوف هيربس سيمبلكس 1 و 2، واضح؟ بس اشوفكم اياها الصور اللي هي الجنجيف وستوماتيتس، هي والشرح ماله مثلا لغيت يعني حتى يفهموا نفسه اللي تكلمنا عليه بالعربي، واضح؟ وهذا الجينيتال هيربس، واضح؟ اللي هم also common. وعندنا الهيربتيك سيمبلكس هيربس اللي هي يؤدينا الى انفكشن اوف كورنيا، واضح؟ والديرمال هيربتيك ويتلو، واضح؟ اللي هم دائما يصير عندنا بالاصابع خاصة عندما تنخفض الاميونيتي، واضح؟ والنيونيتال سيمبلكس فيروس، واضح؟ هذا الهربس اللي تكلمنا عليه بنوعينه الـ A والـ B، هي يعني الشرح ماله موجود نفسه، واضح؟ نفسه اللي تكلمنا عليه. هذه تقريبا بالتشيلدرن، والثاني أهم أكيد إذا تزداد البثور في الفم تؤدينا إلى الفيفر، سورة ثروت، فرنجيال أوديما، ريثيميا، followed by development of vesicular ulcer region at the site of infection. الجينيتال هربس اللي هو بالفيميل فور اكزامبل بالفالفا فاجينا سيرفكس ان مين على الجلانس بينس ريبيوز اند بينال شافت اوسو ديزيز
الثالث اللي هي البيتيكريتايتس اللي يقن الانفلاميشن بالكورنيا راح يؤدينا الى كونجكتيفايتس او كراتو كونجكتيفايتس واضح في العين. النيونيتال انفكشن approximately of 70% of cases are caused by herpes simplex virus 2 and usually result from contact of the fetus with infected material maternal genital secretion. خاصة الإصابة في الأطفال الصغيرين دائما أثناء الولادة أو احتكاك الطفل مع سوائل سوائل الولادة خلال الولادة during delivery فيؤدينا إلى قبض الطفل في الصور الإشباع. نجي على الفاريسيلا زوستر فيروس الفي زد في اللي هو سميناه اللي هو الفيروس مال السابق اللي هو جدر الماء او الخريون واضح طلع معي معك دكتور واضح. هذا قسمناه الى قسمين اللي هو الشنغو و شينجل والتشيكن بوكس. فهو هذا هم إحدى أنواع الهربس فيروس. واضح؟ عادة الشينجل اللي هو يصيب الكبار اللي هم دائما خلينا نقول الأطفال المدللين اللي هم كانوا ما يطلعون برا ولا يتعرضون للأمراض ولا واضح مقارنة بالأطفال اللي هم دائما يعني مو دائما يتعرضون يعني مقارنة بالأطفال اللي هم متروكين عادة يعني. فالأطفال لما يصابون بالتشيكن بوكس راح يتطورون يصيرون كبار ما عندهم أي أنتيبادي. أي إصابة تجيهم من طفل تشيكن بوكس مباشرة تتحول إلى هاي الحالة شوية الصعبة الشينجلز اللي هو هم تشافى عادة يعني ذاتيا كله هاي ما بعلاجات الفيروس هذا يعني العائلة الهربس أو كل عوائل الفيروس ولكن فقط الجهاز المناعي ماله أوكي راح يحمي. فلا الأطفال الكبار ما عندهم أنتيبادي من إصابة سابقة لأن يعني الأطفال عادة هم يلقحون بالتشيكن بوكس واللي ما هو لقح تذكرون فترة السبعينات ثمانينات تسعينات إلى سبعين الإصابة كانت تقريبا 100% بالتشيكن بوكس وهم يختبي الفيروس داخل الخلايا العصبية. فالتشيكن بوكس اللي هو الخريون أو النطاق جدر الماء النطاقي هو في الأطفال reactivation latent اكيد راح تاخذوا في الاطفال reactivation of latent virus usually in adult causes herpes zoster shingle manifestation as vesicular rash with a dermatomal distribution. وهذا اكيد راح يتسبب لنا رش وبين وايريميا و يعني vesicular synovial pustules راح اشوفكم الصوره. والانفكشن مثل ما ذكرنا هذه بالاطفال وهذه ب الشيكن بوكس في الاطفال والهيربس زوستر او النطاق الناري او الحزام الناري اللي هو بالادلت اللي هو غير مصابين سابقا او ما عندهم انتيبادي او ما عندهم مناعه سابقه للشيكن بوكس واضح او اللي هو الفاريسيلا زوستر او فيروس يعني ككل واضح فيحتاج يعني اذا صبر في العلاج والله ممكن يروح الى البرين او الى الليفر الى اللانك ويؤدينا الى حالات تنفسيه صعبه او انسفالايتس ويؤدينا الى ممكن وفاه. واضح اوكي. مثلا نجي على الشيكن بوكس الرش بيجين اون ذا فيس اند تروت اند سبريد تو اكستريميتيز اوف كورس اول ذا بودي يبدا من الوجه حتى يصل لكل الجسم. الليجين of chicken pox are initially visible which become pustule crusted أول مرة قطعة بعدين تنتفق بعدين تكبر وبعدين تنتشر وبعدين scabbed prior to healing ويستمر تقريبا أسبوع في الطفل. شايفين أنتم أكيد عند الأطفال بعض الأطفال اللي هم عادة حقيقة اللقاح يعني موجود واضح يعني اللي ما يلقح اكيد راح تصير عنده اصابه وتبقى هذه الاصابه خلينا نقول في الجهاز العصبي لفتره طويله جدا.
الهربس زوستر فيروس اللي هو سميناه الشينجلز او النطاق الناري والحزام. This form of infection which is the reactivation of latent virus typically manifest as localized vesical rash تنتشر قطعة بسيطة وبعدين تنتشر إلى بقية الجسم. ويستمر تقريبا إلى 3 weeks أو لحد الشهر واضح اللي هو مع الـ supportive treatment مثل ما ذكرنا هنا ما عندنا يعني drug of choice to treat واضح. أوكي فأنا احنا تكلمنا شغلات بسيطة على الهربس سيمبليكس فيروس بنوعينه الأول والثاني والفارسيلا زوستر فيروس اللي هو chicken pox في children وشينجلز في الأدلت. نجي على النوع الثالث السيتوميجالو فيروس أو نسميها الفيروسات المضخمة الخلايا واضح. هم نفس ال يعني نشرح عليه نفس الانتمونية نفس العائلة الهربس واضح ولكن ايش شغلة هي شغلة خلينا نقول تضخيم الخلايا المصابة حتى تكون يعني حتى هي المميزة لهذا الفيروس واضح. فمن يتكاثر داخل الخلايا راح يعمل الانتفاخ واضح وهذا الانتفاخ اللي هو يعني خلينا نقول مثل مدمر للخلايا. وهم نفس الشيء هم عن طريق الماوث او عن طريق اللعاب يعني او عن طريق اليورين او عن طريق يعني بلاسنتا مش يطلع واضح. فاذا عدى سيكشوال كونتاكت او بلاسنتا او بلاد ترانسفيوجن هي اهم طرق انتقال الفيروس. طرح الفيروس مثل ما ذكرنا عن طريق الماوث او عن طريق اليورين او عن طريق اوتو البلاسنتا او الـ يعني الماتيرنال ماتيرنيتي فلويد. سيتوميجالو فيروس انفكشن كوز هيباتوس فينوميجالي ريتينايتس راش سي ان اس انفولفمنت فاضح كثير شغلات يعني هاي الامراض اللي هسه راح نتكلم كلها تقريبا حتى اللي دين هاي العائله تقريبا متشابهه كلها يعني يعني تشخيص ما سهل حقيقه بيها واضح يعني لو ما مساعده الدياجنوستيك التات المتوفره او الفحوصات المتوفره في الفحص اكيد الديتكشن ما سهل واضح. راح يؤدينا الى مونو نيوكليوسيس سيندروم او فيبر اللي هي نسميها اذا ترجمها كثره او كثره الوحيدات العدوانيه او الحمى الغدديه يسموها او تسمى فايرال ديزيز وهكذا فيبر ماليزيا تيبيكال لمفوسايتوسيس اند فرنجايتس واضح. In immunocompromised host may develop life-threatening disseminated disease involving the lung, gastrointestinal tract, liver, retina, CNS. يعني معلومات بسيطة فقط على السيتوميجالوفيروس. ما أريد ناخذ شغلات زيادة. الإبشتاين فيروس مثل ما ذكرنا والنوع الأخير اللي هو6 و7 واضح اللي هو هم اكيد يؤدي يصيب كلاسيك مونونيوكليوزيز اللي هي كثره الوحيدات العدوانيه. In immunocompromised host, the virus causes lymphoproliferative syndrome. The predominant finding are also malaysia, myalgia, pharyngitis, cervical adenopathy وهكذا واضح. ويصيب الغدد اللمفاوي مثل ما ذكرنا عنه وممكن يؤدينا الى كانسرات داخل الجسم due to transmission of due to multiplication of the virus. والإبشتاين بار فيروس is transmitted by intimate او by يعني contact with the contaminated object particularly by the exchange of saliva او يعني واحد يمسك شغلات مصابة من شخص مصاب ممكن
قليل هذا الفيروس، يعني يعني هو خلينا نقول هم مثل ما ذكرنا اللي هم يؤدينا الى المونونيكليوسيس، واضح؟ هم يؤدينا الى كثرة روح الجاذب، واضح؟ و اللي هو الروزيولا اللي تكلمنا عليها اللي هو ده يعني القطع الحرارية، مو الحرارية، الوردية، الإصابة الوردية للجسم، هربيس فيروس 6 و 7 اسوشيتد اكزانتيما روزيولا، واضح؟ Human herpes virus 8 has been found associated with Kaposi sarcoma in AIDS. هذول كلهم اللي عندهم ضعف مناعة أو الأيدز، اللي هو ممكن تطور عندهم الحالة بصورة سريعة، ومعظم الأمراض الفيروسية تصيد هذه الفئة من الناس، واضح؟ أوكي. يعني موضوعنا سهل جدا، قسمناها إلى ثلاث أنواع، ألفا وبيتا وجاما. عندنا الهربيس سيمبلكس 1 و 2 والفاريزوستر، واضح، اللي هي أو تشيكن بوكس، وعندنا السيتوميجالو فيروس، وعندنا الإبشتاينز والهربيس 7 و 8، واضح؟ أكو سؤال كله؟ لا دكتور، لا لا دكتور واضح كان. فهمت يا ملو ما بتهمتم أصلاً كش؟ لا لا دكتور واضح. واضحة؟ أي طبعاً أكيد لازم نرجع نقرأها حتى. يعني هي حقيقة بس تقرأها واضحة جداً يعني اختصرناها حقيقة، هي ما يعني هي فوق الحقيقة كانت يعني كانت سلايدات كثيرة. أنا من هذيك السنة كنت مختصرة حقيقة. هذا أشي يؤديني، هذا أشي يؤديني، موجودة الصور، يعني إذا تذكر الصور أنت مع حفظ الاسم مباشرة تتذكر كل الموضوع، دي إن إيه ولا آر إن إيه، واضح؟ وهكذا. أوكي؟ تمام دكتور. طلاب بقية أوكي، ولو ماكو بس 20 طالب. أوكي دكتور. بسيط، خلينا نقول مبسط، اللي هي عادة يعني اللي يشرحه موجود بنفسه بالمحاضرة، لا نطول ونعيد ونشرحه. العائلة خلينا نقول انتم راح تاخذون بعد الهيباتيتس، الاتش اي في، وهذا بعض الشغلات عم تاخذون بالدي ان اي فاميلي، واضح؟ كأدينو اللي هو نسمينه الفيروس الغدي، باختصار هو دبل ستراندد دي ان اي نان انفيلوب لينير، واضح؟ دي ان اي تقريبا عندنا 52 مصل او سيرو تايب، يؤدينا الى اصابات في كل اجزاء الجسم، من الريسبيراتوري الى الدايجستيف الى النيرفس سيستم الى الجينيتال سيستم، وهكذا. نسمينه يعني متلازمة الجسم، أو يعني عديد المتلازمات نسميه، يعني إذا بالعربي خلينا نقول نريد نترجمه، ولكن أهم أو أكثر إصابات عنده هو الجهاز التنفسي، أو أكثر سيطرة للفيروس على الجهاز التنفسي، فيؤدينا إلى الالتهاب الرئوي الحاد نسمينه خلال فصل الشتاء. عادة يصيبهم ثلاث فئات، يصيب الأطفال في المدارس وانتشار الأمراض في المدارس، وإصابة العسكريين داخل الوحدات العسكرية بسبب الاكتظاظ، السجناء for example، وكذلك اللي هم البيبل اللي هم ما عندهم immunity أو ناقصين المناعة، واضح؟ فيؤدينا أكيد إلى الشغلات التنفسية من coughing وفيفر ورانينج نوز و وتتطور الحالة إلى شوية إلى العين، فتؤدينا إلى التهاب العين، واضح؟ وإحمرار العين والحساسية في العين وإفرازات الدموع و و و وهكذا. موجود عندنا بالأنيمال وعندنا بالهيومن، عندنا بالأنيمال اللي هو نسمينه الأفيو الأفيان أدينوفيروس. الأفي أدينوفيروس
كل ما استأذينه فيروس واضح اللي هو بالهيومن وبالانيمال واضح مثل ما ذكرنا عندنا conjunctival disease وعندنا respiratory عادة الديزيز يؤدينا إلى acute respiratory disease in military recruits في الchildren بالschool الناقص المناعة وكذلك prisoners أو المساجين for example في الأطفال تقريبا من 6 months to 2 years of age هذا ممكن يستمر يعني older while disease also isolated from immunocompromised patients then envelope double stranded linear genome مع الفيروس هذا وأكيد مثل ما ذكرنا راح يدينا سميناها الفرنجيال كونجكتايفال فيفر هم البلعوم والملتحمة هذا الشيء بالأطفال واضح وفيفر وأكيد ريسبيراتوري ديزيز وأكيد الريسبيراتوري هو تراكت هو المين تارجت مال هذا الأدينو فيروس حقيقة نحن السيروتايبات ما راح نتكلم عليها يعني بنقول لك سيروتايب مثلا أدينو فيروس سيروتايب 3 أدينو فيروس سيروتايب 22 أدينو كل سيروتايب يعني كل سيروتايب واحد يصيب لنا جزء من الجسم ولكن مثل ما ذكرنا هو الرئيسي الريسبيراتوري سيستم هو الفئات اللي تكلمنا عليه بالأطفال والعسكريين والسجناء وناقصي المناعة الترانسميشن عن طريق الريسبيراتوري دروبليت كلهم الباقي هم حتى الهربيسايد عن طريق الأورال أوكيولر سيكريشن والريسبيراتوري دروبليت يعني عملوا تجارب سواء أونكوجينيك إن نيوبورن روديانت حقيقة كل الفيروسات أو أيوة أي باحث يريد يشتغل يجرب على أوف كورس على الأنيمال خاصة القوارض ليش لسرعة الولادات عنده واستجابته يعني مناعية قريبة من الإنسان واستجابة الإنسان واستجابة جسم القوارض لبعض الأكتيفيتي اللي يصير أو المالتيبليكيشن اللي يصير داخل جسم الهيومن ولكن جربوا على الهيومن ما صار عندنا هذا الأونكوجينز that not been found but may for example hit and run the mechanism of the transmission أو for all multiplication or يعني تكوين الأونكوجينز in human حقيقة هذا الديزيز هم also no treatment فقط supportive treatment واضح يعني لو انتشرت عندنا أمراض تنفسية واضح متعلقة بالأدينوفيروس داخل وحدة عسكرية أكيد راح يعني أخفف من التواجد أعزل المصابين واضح أعقم الوحدة أعقم الأدوات كلها لأن عادة هم نفس مثلا خلينا نقول الأطفال يلامسون اللي خلينا نقول أو يطخون الأدوات الملوثة داخل المدرسي أو مخيمات أو يشربوا من برك وبحيرات خلينا نقول أو يشربوا مياه داخل المدرسة ملوثة أكيد راح تؤدينا إلى الإصابة. الانفكشن with an adenovirus may be suspected on the basis of aspects clinical presentation with respiratory disease, conjunctivitis, while demonstration of حقيقة antibody test اللي available موجود عندنا إذا بس ناخذ سيروم من البلد ممكن نكشف إذا موجود عندنا الأدينو أو لا. There is no treatment for virus vaccine are not be used because of potential risk of oncogenesis. يعني حقيقة هو الفاكسين ما يؤدي لنا إلى oncogenesis for example. ولكن يعني ممكن بعض الدراسات اللي أجريت على أنيمال يخافون لا ممكن تطبق على الهيومن. Other vaccines including recombinant vaccine are under development but adenovirus do not represent a serious health problem. Okay. وهذه المختصر عن الديزيز مع الأدينو. موضوعين سهلين حقيقة يعني ما صعبين الـ DNA
جيني شوية نحن ما نخاف منه مقارنة بفيروسات الار ان اي لكثرة التقلبات والميوتيشنات، ويعني الار ان اي ما ثقة، بحيث حتى فاكسين فيلر كله سرعنا بالار ان اي. بدي انا ايات يعني الفاكسينات ما عندنا يعني ذاك الفاكسين قليل جدا، الفيروس ثابت يعني المناعة مال الهيومن او مال الانيمال بس ترتفع الفيروس مباشرة يختفي. اوكي سؤال يعني ما شرحته سريع بقدر ما يعني بعض المعلومات بس بالعربي على الفيروس هي تؤدين يعني واحد يفهمه مباشرة. تقريبا هذا 10 سلايدات والاخر ذاك تقريبا بدون صور هم تقريبا 22 او 23 سلايد. هسه لحد الان احنا خلصنا اللي احنا اللي انا عليه الفيروسات، راح تكملون انتم مع يمكن دكتور علي موضوع